السلام عليكم متتبعاتي الغاليات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وتكونوا في احسن حال. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم ملابس الاطفال، بالخصوص البنات، يعني ملابس ديال البنات ديال تركيا اللي خارجين هذا العام. هذا غادي نشارك معكم موديلات مختلفه، كنتمنى يعجبكم هاد الموديلات اللي غادي نشارك معكم اليوم. وكالعاده لعجبكم اي موديل، ما عليكم الا تسكرانيو الموديل اللي عجبكم تصيفطوه ليا في الواتساب في هذا الرقم 07 07 39 61 01. هذا هو الرقم ديال الواتساب البنات، يعني الا عجبتكم اي حاجه صيفطوها ليا. بالنسبه لهاد الموديلات هادو مازال ما كاينينش عندي، ولكن كنحاول نشارك معكم الموديلات اللي خارجين دابا في تركيا، لان تبارك الله راه ما نقولش لكم البنات شحال من موديل كيخرج في النهار ودائما الجديد. فبغيت نشاركهم معكم وناخذ الافكار ديالكم والراي ديالكم في الموديلات اللي غادي يعجبوكم اكثر، باش فحال هكا الموديل اللي عليه طلب يعني من عند بزاف ديال المتتبعات هو اللي غادي نجيب لكم ان شاء الله. هاد الطريقه كنت درتها معكم في ملابس ديال الاطفال ديال الصيف، وكنتو شاركتوا معايا الموديلات اللي عجبوكم، ويعني ومن بعد جبت هذوك الموديلات اللي عجبوكم. الحمد لله والشكر لله، في الصراحه ما بقاش فيهم بزاف، يعني بقاو غير شويه بحال هكا، يقدر كل موديل بقات فيه وحده. فلا بغيتو تشوفوا حتى هما رجعوا الفيديوهات اللي قبل، وغادي تشوفوا الموديلات اللي كنت جبت. كيف قلت لكم مازال عندي في كل موديل تقريبا وحده او جوج، مهم بحال هكا، يعني حتى هما البنات الا كنتو باغينهم فرجعوا الفيديوهات اللي قبل وغادي تشوفوهم. كاينين هنا موديلات كثيره ومختلفه، وحاولت الفيديو ما يكونش طويل باش بحال هكا ما يجيكمش ممل، وتاخذوا فكره على الموديلات اللي خارجين هذا العام هذا، وبالخصوص في الدخول المدرسي وكذلك في العيد. ودائما كيف كنقول لكم البنات كيبقى دائما كيخرجوا يعني دائما كيكون الجديد. في صراحه في تركيا دائما الجديد في الملابس ديال المحجبات ديال الاطفال ديال اي حاجه. ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم حتى ملابس ديال المحجبات. وبالنسبه للارسال راه كنرسل لجميع المدن المغربيه عبر الامانه، وكذلك خارج المغرب يعني جميع الدول عبر الامانه طبعا الا كانوا حالين الحدود. دابا حالين غير بعض المرات كيتسدوا بحال هكا وصافي على حساب هاد المرضى هذا. وهذا ما كان البنات، كنتمنى طرق اعجابكم هاد الموديلات، وكنتمنى تبارطاجيو الفيديوهات مع اصدقائكم وعائلاتكم. ولا كنتو لي اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهاد القناه كل ما حاجه مفيده غادي تستافدوا منها وغادي تعجبكم، فهي اللي غادي تكون ان شاء الله في هاد القناه. كنتمنى يعجبكم هاد الموديلات، كيف قلت لكم هاد الموديلات غادي تاخذوا عليهم افكار، وكذلك حتى انايا غادي نعرف شنو هي الحاجه اللي بغيتوها بزاف في اي موديل ونجيبو لكم، يعني كتسهلوها عليا وفي نفس الوقت كنجيب لكم داكشو يعني عفوا البنات داكشي اللي بغيتو نتوما واللي ارتحيتو فيه وطبعا اللي عجبكم واللي لقى اقبال كبير من عندكم. مهم كيف قلت لكم غيكون الفيديو قصير فيه موديلات زوينين، غنبقى دائما نشارك معكم الجديد. تسناو البنات الجديد، ما تنساوش تفعلوا الجرس باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد. وكيف كنقول لكم دائما يعني صراحه ما سخيتش بكم وخليت لكم الراحه والهنا. والسلام عليكم، تنطلق معكم ان شاء الله في فيديو جديد.